عندنا كل شيء بيكون. باليوم العالمي المسنين في دار العجزة. تنشكر في الناس المحمدية السيد حسن زيريت اللي هو محسن المحسن المعروف في المحمدية. كنشكروا حتى الفاعل الجمعوي او المحسن السي حسن زيريت اللي دائما كي اللي واخا غائب اليوم دائما حاضر بالوجود ديالو. نشكرهم بزاف لانهم كيحسوا علاش نطلب من الناس تنقول لهم واخا ما تكونوا جمعيات تجيو معنا كونوا معنا الناس محتاجيننا كيف ما حنا محتاجين لهم. مرحبا بكم نهارك واحد منهم ساكنه ديال المحمديه. في اطار اليوم النشاط ديالكم في دار المسنين بالمحمديه اليوم كنحتفلوا الناس ساكنه المحمديه باليوم العالمي المسنين في دار العجزه اللي هي جمعيه تضامن محمد السادس. الحمد لله احنا دائما كنكونوا هنا يا بصفتنا مع صفه من الصفات ديال الجمعيات ولا بعد مرات كنكونوا غير انديفيديوال يعني كمواطنين ماشي بشرط الانسان باش يدير اعمال خيريه يكون عنده جمعيه. اليوم انا والصديقه ديالي ناديه الرويفي درنا هذا الحفل الصغير شي شويه باش نكونوا فرحانين مع هاد الناس هادو. بغيت نشكر الناس كلهم اللي تيجوا بمناسباتهم غير مناسبات لدار العجزه وحتى لدار الطفل ودار الايتام ولاسوسياسيون دي تريزوميك. الحمد لله حنا كنكونوا حاضرين بزاف تاع المناطق هنا في المحمديه على راسهم من الناس اللي تنشكر في الناس المحمديه السيد حسن زيريت اللي هو محسن المحسن المعروف في المحمديه ودائما تيكون معنا وكيف ما تنعاود نقول للناس ساكنه المحمديه وساكنه المغرب باكمله ماشي بشرط تكون عندنا اسوسياسيون ماشي بشرط تكون عندنا جمعيه. لبيو الدعوه حضروا مع هاد الناس جيبوا لهم الفرحه جيبوا لهم ابتسامه يمكن الابتسامه راه تطول في العمر وابتسامه صدقه ماشي بشرط نجيبوا بزاف تاع الحوايج ما غير الحضور ديالنا كل مره في بلاصه كيخلي بزاف تاع الناس ويتعاون باش نكونوا كلنا مغاربه كنحبوا الوطن ونزيدوا كلنا القدام. الناس اللي شاركوا معنا اليوم كنشكرهم من كل قلبي باسكو منهم غير اصدقاء كنشكر الحضور ديالهم اللي لبوا لنا دعوه وكنشكرهم لحقيتاش خلاو هاد الناس المسنين يفرحوا. يمكن غنمشيو واحد شويه نغيبوا عليهم مي انا كنظن في الذاكره ديالهم ما كينساوناش واللي كيدل على ذلك فين ما كنجيو كيكونوا واحد الفرحه واحد التعناق واحد الحب واحد هذا يعني حتى شي توجه من وجوه ديالنا ما تنساو هاد الناس المسنين. نبغيو نعرفوا شنو هو الصدى اللي خلفته هاد الزياره لدى نفوس المسنين اشنو اللي قالوا لكم؟ الحمد لله الفرحه باينه في عينيهم بطريقة الرقصات ديالهم والنشاط ديالهم وحنا ما تنجيوش غير باش نشوفوهم باش نفرحوا ونشطحوا داك الشيء. حنا حتى لي دوسي ميديكو ديالهم تنقلبوهم نشوفوا اللي خاصهم الا كانت شي حاجه نقدروا نديروا شي تدخلات وحنا عائله ديالهم كل اللي كيحتاجوا ممكن تلبوه لهم ان شاء الله ما عندناش مشكل وداك الشيء علاش نطلب من الناس تنقول لهم واخا ما تكونوا جمعيات تجيو معنا كونوا معنا هاد الناس محتاجيننا كيف ما حنا محتاجين لهم لانهم محتاجين باش نكونوا معاهم نجيبوا لهم فرحه ونشوفوا تعرف الانسان المسن كيوصل لواحد السن خصو واحد التتبع في التوسكي ميديكال مي حنا محتاجين ليهم باش حنا نحسوا براسنا راه حنا اون اكزيست ملي كيكون واحد الانسان مازال ما وصلش لواحد العمر ديال الشيخوخه محتاج يدير اعمال خيريه باش يحس براسو راه انسان هذا كله في اطار انسانيه ماشي في حاجه اخرى وانا كنعرف بلا المغاربه كلهم قلبهم طيب وكنتمنى من كل مغاربه دائما يبقاو يمشيو لدور الايتام ويشوفوا الناس مسنين ويحاولوا. هنا كيجرني واحد السؤال يعني عدد من الابناء اللي كيتخلاو على الامهات والاباء ديالهم شنو اللي تقولي لهم؟ شنو غادي نقول لهم؟ هذا سؤال شويه كيضر في الخاطر ويني غادي نقول لهم غير كلمه واحده الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال كل شيء قال الجنة تحت أقدام الأمهات قال بالله رضا الله من رضا الوالدين
ما يمكنليش نقدر نقول اكثر من هذا الشيء، لان الله سبحانه وتعالى قال شنو كاين. تحس في القلب ديالك المشهد هذا ديال الابناء كيتخلاو على الامهات؟ للاسف 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 مجتمع مسلم، للاسف مجتمع مسلم، وكتلقى بعض المرات ناس اللي خلاو والديهم ما عندهمش ضمير. ما غاديش نهضر على الضمير، غادي نقول ما عندهمش الروح قبل من الضمير، حيت الانسان غير كفايه تكون فيه الروح باش يكون عنده ضمير. للاسف الا محش بواحد الاب ولا واحد الام اللي سهروا عليه وكبروه وصلوا لواحد ماشي مستوى، ماشي بشرط ان الاب ديالك يعطيك شنو عنده ولا يعطيك اكثر من جهده. الاب غير منين تكبرك وتكون هنا ومعاه وتتكبر راه عطاك اللي قد عليه، ما يمكنلوش غادي يعطيك شي حاجه اخرى. ما غاديش، ما كاينش شي اب ولا شي ام ما كتعطيش لولادها كل ما. انا متاكده ان كل والدين تعطوا اللي في جهدهم وما اكثر. الوغ هنا كنقول الابناء فكروا في والديكم، حتى واحد فينا ما تعرف فين غادي يتلى به الايام. اذا كانت معنا الفاعله الجمعويه الي بمدينه المحمديه، كنشكرك على هذا المجهود الجبار اللي قمت به. انا تنشكر محمديه بريس، كنشكركم لحقيتاش تتوصلوا الكلمه ديالنا. ما كنقول انايا الصحافه ماشي شهره، الصحافه هي لسان ناطق. نعم. لسان اللي كيحيي الضمير ديال بزاف تاع الناس، باش نكونوا مع الناس محتاجين، باش نكونوا مع الاطفال، باش نكونوا مع لي تريزوميك، لان لي زاسوسياسيون كيديروا اللي عليهم، الدوله تدير اللي عليها، مي حنا كمواطنين لازم نديروا اللي علينا. اذا كنشكرك. شكرا جزيلا. شكرا.